جينا والشوق يحدينا في صيف نلقاك والفرحة تغشانا. يا مرحبا. يا هلا. فقرتنا اليوم كالمعتاد جلغفة، معنا النجم والشاعر الكبير أبو سيف صالح السهلي. مرحبا أبو سيف. الله يطول عمرك يا مثل. خففوا لنا الصدى يا شباب. أبو سيف، أنت شاعر اختفيت فترة وبرزت فجأة كذا تقريبا من سنة أو سنة ونص، سبب الاختفاء وسبب البروز؟ والله شوف، يعني الشاعر دائما أو أي واحد عنده فن، سواء شعر، إنشاد، مسرح، يكون عنده أولويات بالحياة. أنا رتبت أولويات الحياة آخر شيء الشعر، فكان عندي مصالحي الخاصة واهتماماتي غير الشعر، عطيته الأولوية لين تفرغت. يعني صار لي يمكن تقريبا سنة، يعني بديت أتفرغ. يعني شوف تفرغ، يعني ولا ماني والله ذاك التفرغ للإعلام، أما الشعر أنا مستمر بالشعر، متواجد ببرامج التواصل الاجتماعي كلها. حبيبي أرجع بك وراء شاعر المليون، وش يعني لك؟ والله برنامج شاعر المليون برنامج جيد، وبرنامج يعني له جماهيريته، وخدم الشعر والشعراء. تأهلت 64. أنا تأهلت وفي ظروف حالت بيني وبين أني أواصل البرنامج. نقدر نعرف الأسباب؟ لا خاصة، يعني أنا ما قدرت، كان في بيننا تواصل وما قدرت أواصل معه. يقال، ما أدري، يقال كان في سبب موجود بشاعر المليون اللي يبعد صالح السهلي عن المشاركة بال 64، مع أن العلم سم. أن صالح السهلي تأهل بجدارة ال 64 وكان التصويت صالح السهلي. لا أنا ما هو كان في عرض روبرتاج وكانوا ياخذون 48، ينقلون 48 شاعر للمنافسة. أنا اعتذرت، يعني أو أن الظروف حالت بيني وبين أني أكون على مسرح شاطئ الراحة. أنا ما كانت بالجولات بس ما وصلت، يعني ما في سبب. لا الظرف خاص بي أنا والله، يعني مو بالبرنامج. لا مو بالبرنامج أمانة. يعني حلو، بعد ما جيت من شاعر المليون اختفى صاحب السهلي، هل الظرف مستمر مع صاحب السهلي؟ يعني الكلام هذا أنت تتكلم عن يعني قبل يمكن 6 أو 7 سنوات. يعني كان الإعلام بالسعودية بشكل عام مسلط الأضواء على مناطق مثل الشرقية، الرياض، الغربية، الجنوب تقريبا، يعني أو يمكن نفس حالة الشمال اللي هو من حايل الجو، فكان ما في إعلام أصلا. يوم جت المنتديات أبرزتنا، وبالعكس ظهوري الإعلامي عن طريق الأنترنت، عن طريق المنتديات، كان دخولي أو قدمت بمجلة المختلف، وهي مجلة المختلف تعتبر أشهر مجلة بالخليج، قدمت كنجم للمجلة وكنت متواجد طيلة فترة تواجدها إلى انقطاع يعني مؤخرا. حلو، نبي نرجع للشعر وتخصصك الشعري، هل تأيد بيع القصايد أو لا؟ والله هذه فيه جدل كبير بين الشعراء، لكن أنا أقول يعني حنا بزمن، حنا شفنا شلون الناس يعرضون أعضاءهم، واحد يعرض كليته للبيع ولا جزء من الكبد، الناس عرضوا فلذات أكبادهم للبيع. نجي على الشعر، حنا يعني تأيد البيع؟ ما هو أأيد، لكن ظروف، يعني في ناس ما استفاد من الشعر شيء، فإذا كتب بمبلغ واستفاد هذا شيء راجع له. أنا بالنسبة لي الحمد لله والشكر، يعني الله مغنينا عن الشعر وعن الإعلام بشكل عام، أنا ماني بحاجة مادة إعلاميا أو بالشعر. صالح باع ولا لا؟ لا ما بعت أنا والله. ما بعت أبدا. لحظة، يقول خالد لو أن الزمن ياكل شعير
ما تز من جوع ودنياي عبر. والدنيا عبر. والدنيا عبر. هذه انه ما يعني لحظة ابو سيف سم. هذه انت قلته خالد، تفاجأنا بعد فترة يطلع سالم بدل خالد. هذه له ظرف يعني. لا انت ترجع تقول لي ما ترجع والله. ترجع تقول لي ما والله بس تعبت على الموضوع ما هذا. لا انت ترجع لا تقول ما بعت، وانت ترجع تقول لي لا. يا خالد والدنيا، وبعدين ترجع تقول يا سالم، يعني هذه كلها انا اللي كانت. اول خالد كان اسم مستعار، الشعراء دائما كانوا يستخدمون اسماء مستعاره. فاثناء التسجيل هذه القصيده كان متواجد صديق لي اللي هو سالم السويداء، وكان متواجد اثناء التسجيل وسجلتها بصوتي سالم. حلو، بس نزلت بمنتدى يا خالد، وبعدين نزلت باسم سالم. لا ايه لا خالد بعيد. لو ان الزمن اعطنا البيت ياكل ياكل شعير، ما تزمن جوع والدنيا عبر. حلو، هذا خالد قلنا بعناه، بعته عليه على خالد. لا ما بعته على خالد، انا اقول نقول يطلع لنا سالم باليوتيوب يا سالم والدنيا، هذا بعته بعد على سالم. ما تعتبر بيعي. انا خاطبت شخص، لكن هي بصوتي وباسمي، وهذه على فكره نزلت بقنوات فضائيه انا قدمتها وبصحف مطبوعه مثل مجله المختلف اللي اشكرهم بالمناسبه يعني، وخصوصا مدير التحرير نايف الرشيدي اللي قدموني بالمجله. فانا اقول لك نشرته بمجله المختلف ومطبوعات ثانيه باسمي، يعني انا ما بعته. معليش هي قصيدتي. معليش ابو سيف، بس لما اغير انا من اسم الاسم دليل اني اعطيته اكثر من شخص. لا انا لا لا. انا اعطيته ابو سيف، اعطيته مزعل، اعطيته ابو سيف. ما تعتبرني اعطيتي، انا قلت لك خالد اسم مستعار، مو صحيح يعني في شيء شخص اسمه خالد. سالم كان متواجد اثناء التسجيل وحطيته باسم، واليوم ممكن اقول ماجد عادي. حلو 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 ابو سيف، طاحوا من العين يا ماجد كثير، مشينا الايام والوقت العبوا. حلو، سميت عنكبوت الشعر، وش يعني لك اللقب؟ هل زادك ولا لا؟ لا الالقاب اصلا ما تعني الشاعر او اي شخص، ما تعنيها الالقاب، لكن هذا انا كنت اكتب بمجله من بيوت العنكبوت، كنت انزل سلسله احيانا مقالات احيانا كتابات ادبيه سواء شعر. من يسماك؟ هي الصفحه اسمها من بيوت العنكبوت، بعدين الجمهور جت المنتديات سموني العنكبوت. اطلقوا الجمهور عليك؟ اي جمهور. معليش، انت تقول يقتل حبال يفت الحبال من فولاذ يفت الحباله من الفولاذ لو قالوا عليه العنكبوت. لو قالوا عليك العنكبوت، يعني انت الحين كان يا الجمهور ادعوني العنكبوت. لا لا، هذه بالاخير يعني هذه كتبتها يمكن بعد المنتديات او يمكن اواخر المنتديات. الموضوع هذا الصفحه اللي كنت اكتبها قبل يعني قبل النص هذا يمكن باربع سنوات. حلو. فما تعنيني الالقاب ابدا، ولا اعتقد ان احد يهتم بالالقاب. كثير يقول صالح السهلي صعب تواصل معه، هل يعني تكبر او تشبع نقول؟ شو السبب؟ ما مو صعوبة، لكن انه انت صعب انك تتواصل مع الناس كلهم. اقصد شعريا كمنشدين. لا ما بالعكس، انا تربطني علاقة جيدة بمجموعة من الاعلاميين. خاصين بس ما في الا خاصين. والله شوف يعني خاصين لك معروفين، فلان 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 عدهم لك بالاصابع بالاصابع عدهم لك الحين، بس يعني المنشدين اللي انت تعاملت معهم فيجونك منشدين. لا التعامل ما له علاقة، يعني انا لما تكون لي علاقة مع منشد مثلا هذه علاقه شخصيه بيني وبينه، بس تنشد ممكن له. في منشدين بس تنشد له تنشد له، هل خاص هذا تنشد له ويجيك واحد؟ لا يمكن انا قصائدي مثلا ما تناسبهم، يعني ترى المنشدين عندهم تحفظ بعض النصوص. لا يقول تواصلنا معه وصار صعب تواصلنا معه، ما يرد بالوات، ما يرد بالتويتر، وفي موجود تبي نعرض. لا لا ما عرض تغريدات بالخاص، في موجود عندي بالخاص، والحين خلي الاعداد يحطونها لنا. لا بعض النصوص اتحفظ بها لاسباب، يعني
يطلب نص مثلا معين يقول ابى انشد النص هذا، ممكن انا في بعض النصوص رفضت انها تنشد. يعني رفضت بعض النصوص مو كلها يعني. يعني مثل النص اللي قبل شوي هذا انا رفضت رفضت انه ينشد. حلو. سبب خاص بي يعني. دقيقه شوي ونجي يا الشباب. معنى الصورة الحين على الشاشة، معنى الصورة على الشاشة الحين، شوف لي الصورة أبو سيف، من هو هذا؟ هذا مدير تحرير مجلة المختلف وهو عضو في برنامج البيت، نايف الرشيد الأستاذ والإعلامي. وش يعني لك الشخص؟ والله يعني لي الكثير، يعني إنسان هو قدم كشاعر بمجلة المختلف وقدم الكثير يعني من نجوم الساحة اللي يعني سبقوا الوقت الحالي، كثير اللي قدمهم نايف الرشيدي، وكان متبني الشعر، واعتبره أنا الأب الروحي للشعر بفترة من الفترات، وخصوصا بمنطقة الخليج يعني. بس يقال أن بينك خلاف أنت ونايف. بالعكس والله، قبل أمس متصل علي الرجال جاي من الكويت للقصيم. ما في خلاف؟ لا والله ما بيننا خلاف، بالعكس. قديم؟ لا بالعكس، يعني ما في خلاف. قديم؟ بالعكس، خلاف. قبل فترة زارني بحاية. ما في خلاف قديم؟ ابدا. نشوف الصورة الثانية الحين. تكلمني عن الموقع. ها وش ماني شايفه والله ترى. فيه جالس انت على كنب، قدامك على ما اعتقد مكتبة زي كذا. وش ابي الصورة؟ لا تكلم لي عن ابي الصورة هذه. وش هي؟ هذه اعتقد لقاء صحفي. لا ما هو لقاء. ما هو لقاء؟ استوديو تصوير؟ والله ما ادري وين. ما هو لقاء؟ ما هو لقاء؟ ما هو لقاء يا ابو سيف؟ ركز زين، ما هو لقاء؟ اوه هذا عمل. هو انا بهاي هو. هذه فيديو كليب او تصوير، جلسه تصوير مقطع فيديو قصيدة بائع الثلج، يعني وفيها بيت اللي يقول كني فقير يبيع الثلج وقت الظهر ويشوف قدام عينه راس ماله يذوب. هذه هو سالم السويده، هو المخرج العمل. ايه مسيه بالخير، يعني من الاسماء اللي يعني كسبناهم بالساحه بشكل عام. الصورة الثالثة يا أبو سيف. تكلم لي عن المايك. المايك، تكلم لي عن المايك. المايك بشكل عام يعني؟ اي الصورة هذه. أنا أشوف والله يعني مهما شاف أحد إنه أنا والله إلقائي مميز، يعني إذا كان فيه نسبة أو أنه والله أنا ممكن أني فيه ارتباط بيني وبين المايك مثلا، أنا والله بقرارة نفسي أشوف أني مهما سمعت أشوف أني ماني جيد، يعني علاقتي ما هي جيدة بالمايك. زين، عشان الوقت بس أبو سيف، بجيك وفي يدي ديواني المطبوع قبل 13 سنة وما وفيت بالبيت هذا نهائي. ولد والله جل غفر، والله يا ابو صالح جل غفر. رد ابو الوقت معنا ابو سيف. والله انك صادق، واني سالت اكثر من مره، لكن والله انه كسل. وفي شخص تزهل لي بالديوان وقال يا رجل بس اجمع لي قصايدك، والله ما حصلت فرصه اني اجمعها. لكن ان شاء الله باذن الواحد الاحد اني ابدا. زين، بيت او بيت يعني واحد او بيتين قفله للقاء. بيت يقول تاركين المسألة وليا سألنا نسأل الله العفو والعافية. صح لسانك. صح. واشكرك ابو سيف حبيبي. والله جل غفا يا ولد، يا بعد راسي. مبدعين والله، يا بعد راسي. كلكم مبدعين. نبي قم 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 على قائد رعيال. يلا يعينك على الجل غفا. قم بدر يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو يا ويلو. هذا بجلغفه، كلوك بجلغفه يا ويلو. بس مجلس منخرح. جهزوا اسئلتكم يا عيال، معليش. احنا شلون
معليش ابو تراب.